في مدينة القاهرة بتشرق الشمس بأشعتها على منزل أقل ما يتقال عنه إن هو خرج من لوحة فنية. قاعدة رحمة بتقرأ كتاب ربنا عز وجل بخشوع. هي فتاة هادية حنونة جدا، عانت في طفولتها كتير، بس قربها من ربنا عز وجل عوضها عن أي شيء بتفتقده. قطعت تلاوتها لكتاب الله عز وجل زعيق أخوها من تحت. ردت عليه رحمة بأدب وقالت له: نعم يا سيف. سيف راح ردد عليها بعصبية: بقالي ساعة بناجي على حضرتك. رحمة قالت له: والله ما سمعتكش. قال لها: طب انزلي حضري الأكل عشان أماني نايمة. حاضر يا سيف من عيني. أماني زوجة أخوها ما بتحبش رحمة أبدا، وتتمنى إن هي تجوزها عشان تتخلص منها وتزحى من قدامها. دايما بتتصنع إن هي تعبانة بحجة إن هي حامل عشان تقوم رحمة بكل طلبات وشغل البيت. رحمة بتقول لأخوها بحب: أدي يا سيدي الأكل جاهز ألف هنا. راح قايل لها: شكرا يا حبيبتي، اقعدي بقى كلي معايا. لا يا سيف، ألف هنا أنت، أنا شبعانة، بس بستأذنك هروح الندوة اللي هتتعمل في المسجد مع ندى صاحبتي. ماشي يا رحمة، وخلي بالك على نفسك. حاضر يا سيف. نرجع بقى لبطلتنا. بعد ما سمعت الأم الدرس راحت قالت لبنتها: ما شاء الله، ده الدرس حلو قوي. نور راحت قايلة لمامتها: ها، وأنا برضو بسمع أي حاجة. مامتها ساعتها كانت هتحدفها بالمعلقة وراحت قالت لها: امشي بره جهزي السفرة وصحي اخواتك، زمان محمود جاي. محمود مين؟ الراجل اللي اسمه ابويا، ده اللي عايش معانا في البيت. قعدت مامتها تضحك ضحك جامد جدا، وراحت راحة نور لأوضة اخواتها وقعدت تقول: استعنا عشاء بالله. دخلت نور أوضة اخواتها وقعدت تقول لهم: يا اهل الغرفة الكرام، الاستاذ عدي والاستاذ علي يتفضلوا يشرفونا بره دلوقتي على السفرة الان. عدي راح قايل لها: سكتوا البغبغان ده بقى. علي وهو حاطط المخدة على راسه: ايه، البت دي هتتجوز وتمشي امتى بقى؟ نور قالت لهم: على قلبك منك ليه، يلا قوموا كده وروني عرض كتافكم بدل ما انتوا عارفين هعمل ايه. علي وعدي وهما قايمين كده بخوف منها: لا قمنا خلاص، قمنا خلاص. قعدت نور تضحك عليهم وقعدت تقول لهم: عيل جبان منك ليه. ساعتها رفعت صابعها في وشهم قالت لهم: اولا هتصلوا الظهر الاول اللي حضراتكم ما صليتوش في المسجد، ها، وده طبعا اخر مرة تعملوا كده، وبعدين تيجوا على السفرة عشان نتغدى. عدي بصدمة: علي، هو مين اكبر من مين؟ علي بضحك راح قايل له: عالميا انا اكبر منك بدقيقة، واحنا الاتنين اكبر منها بعشر سنين، بس عمليا هي الكبيرة. عدي قاعد يضحك ويقول له: تصدق صح. نور قاعدة تصرخ فيهم وتقول لهم: انتوا لسه واقفين. عدي وعلي قعدوا يجروا في الحمام عشان هم عارفين ان هي هتغضب ان هم اخروا الصلاه واتكسروا عليها. ستوب. علي وعدي توأم عندهم 30 سنه، مريحين جدا زي نور، بيحبوها وملتزمين جدا زيها، بيعملوا في احدى شركات الهندسه. نور بمرح قاعده تقول لهم: ها خلصتوا صلاه؟ ردوا عليها وقالوا لها: الحمد لله. طيب يلا بقى رن على بابا شوفوا اتاخر ليه. وفي شركه فهد، فهد بغضب: يعني ايه يا استاذ محمود؟ الملف مش موجود، انت فاهم بتقول ايه؟ محمود بصدق بيقول له: والله يا ابني ما اعرفش هو فين، انا اخر مره حطه بايدي في الخزنه. فهد وهو بيضرب المكتب: الملف ده لو ضاع انا هخسر ملايين. بعد كده من شده غضبه كانت عيونه كانها سودا: تعرف ده لو حصل انا هخليك تندم عن اليوم اللي شفتني فيه. محمود راح قايل له: يا ابني والله. فهد بغضب: مش عاوز اسمع لك صوت، واطلع بره، ويا ويلك لو عرفت ان ليك يد في الموضوع ده، بره. محمود بحز: ربنا يهديك يا بيه. اياد، في ايه؟ صوتك مسمع الشركه كلها. فهد: ابن الملف اختفى، انت فاهم يعني ايه؟ دي صفقه بملايين يا اياد. اياد: طيب والحل ايه يا فهد؟ هقلب حياته جحيم هو واولاده. ها، جبت الملف؟ ايوه معايا اهو. تمام قوي كده، بس الموظف اللي اسمه محمود هو اللي لبس الليله، ما يخصنيش، المهم عندي ان الملف بقى معايا. وهنا تكون انتهت الجزء الثاني من قصتنا. يا ترى محمود مظلوم فعلا ولا لا؟ وتوقعوا ايه اللي هيحصل مع نور؟ ده اللي هنعرفه باذن الله في الحلقه الجايه. استنونا، بس ما تنسوش تصلوا على النبي
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وكمان بعد إذنكم لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.